بأكثر من 5 لغات تم توجيه الدعوة إلى شباب العالم للمشاركة في منتدى شرم الشيخ. اتسمت الحملات الترويجية بمستوى احترافي متميز وسط توقعات بنجاح كبير للمنتدى. منذ اللحظة الأولى للإعلان عن مؤتمر شباب العالم بدا الاهتمام الخاص الذي يوليه منظمو المؤتمر بالحملة الدعائية للمؤتمر، حيث وجه الشباب المشاركون بالمؤتمر الوطني 5 بالإسكندرية الدعوة لشباب العالم للمشاركة في منتدى شرم الشيخ بأكثر من 5 لغات، وبث القائمون على إدارة المؤتمر فيلما تسجيليا لشرح الفكرة ورصد ردود أفعال شباب العالم حولها. ومع بدء الترويج لمؤتمر شباب العالم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لفتت الحملات الدعائية بمستواها الاحترافي العالمي أنظار الجمهور داخل وخارج مصر، فضلا عن ظهور شخصيات شبابية خلال الإعلان مثل نجم منتخب مصر محمد صلاح. ووصل عدد مشاهدي الإعلان الترويجي للمنتدى المترجم ل5 لغات إلى 8 مليون مشاهد خلال أقل من أسبوع منذ بثه على موقع يوتيوب، وسط إعجاب شديد من المعلقين ورواد مواقع التواصل حول مستوى الابتكار والتنفيذ للحملة الدعائية. If you're forced to leave your country, we need to talk. If you face discrimination because of your race, gender, color or beliefs, we need to talk. If you have the voice and want to be heard by world leaders. أما في الجامعات المصرية فكان الإقبال على التسجيل حضور المؤتمر كبير، وهو ما أظهر رغبة الشباب المصري في المشاركة في المحفل الدولي بعد نجاح مؤتمرات الشباب في المحافظات 5. جهود حثيثة وفرق عمل مترابطة وضعت رؤية شبابية طموحة للوصول إلى أعلى مستوى وكفاءة للظهور بصورة تليق بمصر أمام العالم.